شاورما فرايد. افتتاح هيروس دلوقتي. الفراخ هاكل. في ايه اللي بيحصل؟ في ايه يا عم المزرعه سابت ولا ايوه؟ احنا النهارده في مصر الجديده اللي افتتاح مطعم هيروس. مطعم اسمه هيروس في روكسي، بيقدم فرايد تشيكن وجريل وشاورما ووجبات. يلا بينا نشوف الحوار ده. عاملين ايه يا فنانين؟ ورايا ولا ايه؟ خصم 25%، هاتي 3 كمان. ايه الاخبار؟ اتقابلنا فين قبل كده؟ هاتي خصومات. دول عصابه. السلام عليكم، كنا عايزين المنيو كله. المنيو كله ومعانا يا باشا خصومات. امسك كده، ادي 25 و25 و25 و25، ادي كده 100%. ايه يا باشا الاربعه دول لو ضمناهم هيبقوا 100%، والمنيو كله فهناخده ببلاش ولا ايه؟ انا الناقد الكبير الزواقه البيج رامي، اتكلم بس استاذ سيد هو هيظبط لنا الدنيا. السلام عليكم. الاوردر كله ببلاش يا باشا، انا يعني ادخل واشرب زي ما انا مانجا. الله 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 الله. خلاص خلاص. كابتن حاسب البطل يكسر الحيط. دي والنبي حتة أبطال هخبط. في يا عم أنا لسه قاعد. وخدمنا سريعة أبطال. هيروز. ده الفرايد تشيكن وديني. هو إيه اللي يفرق دول عن دول؟ هو تقريباً أكيد في حاجة سبايسي وحاجة مش سبايسي. نبتدي بده مثلاً. ما شاء الله. الفراخ اويلي. اويلي الفراخ. فراخ بحاول اكون فود بلوجر بجد. بس طب تشوف بياض الفراخ من جوه. استنى اخش لك جوه. الفراخ يا باشا وانا مقلع. طب نجرب اللي مش فرايد، اللي مش تشيك مش سبايسي. وبعد كده سبايسي. بس انا متعود. هيرو يا لهوي سبايسي قوي. كفتة. انت يا جدعان بتجوعونا كده بعدين بناكل. بحب الكفتة قوي. لازم اي فود بلوجر يبدا يقول لك انتوا عارفين ان انا بحب ايه؟ ما بحبش البصل ولا الثوم ولا الفلفل الاسمر على الوش. لازم يبقى ما في ايه؟ البلياتشو شغالين. تعال نشوف العوار ده. عايز اعمل حاجة. هات يا باشا، هات يا باشا. خد خد دي خد دي خد دي كمان. عايز لفة. فين الكونتاكت؟ فين البنزين؟ اركب بسرعه. في اللهم صل. ايه ده؟ طب ده ايه؟ ده ايه؟ بسم الله ما شاء الله. وجبه الكله. الله كفته بقى، دي وجبه الابطال. ها احنا فود بلوجر بقى، حط اسم الوجبه وسعرها. الوجبه عباره عن كل حاجه. ما تاكلش دي. بتاكل واحده تدوق اللحمه وبتاكل واحده بالصوص. صحفي الصوص ده. الشغلانه اللي انت مش عارف اصلها دي. بندوقها بالصوص بقى. ده الصوص التوميه. توميه؟ طب هو التوميه بيتاكل؟ يلا ما جاي معاه. ايه ده؟ تعيني في ايه انت التاني؟ السوس السبايسي جديد في المنيو ده ولا ايه؟ هو ده صوص ايه معلش؟ خلاص خلاص مش عايز اعرف. والله ما عملت حاجة، أنا بسأل عادي. ميه سبايسي؟ طب يا ست أنا بتأكد بس. أنا ما قلتش حاجة، ما قلتش حاجة. ما في إيه اللي بيسأل هنا بيضربوه؟ منهم أبطال وكده. شاورما فرايد. ماشي عادي. ما تعرفش هما ليه بيعملوني كده يا اسطى. عايزين يطلعوك بطل. جايب ايه تاني؟ ما شاء الله في نفسك يا شيف. شيف ساب التمرين وطلع. دي شاورما فرايد غرقانه جبنه وحاجات كده. محتاج اخفف واكل صح.
اكلت كتير محتاج احرق. يلا بينا. انت عم ميدو، انا اول ما شفتك كده خالص قلت ان انت بتحب تفتعل المشاكل، انت والعصابه بتاعتك والشيء. بغض النظر عن الاشكال العجيبه اللي انا ابتديت اشوفها ابتدت تطلع، تحلفك بالله لا اله الا نمرة ميكي ماوس دي تعملوها على اي حد الا العبد الله، استحلفك لان بالله. انا من دريم بارك اساسا بجد. انت مسمسم ليه كده؟ الله يخليكم. احرقتني ليه عشان شايف دي؟ هو في ايه يا عم؟ اقسم بالله اتغديت. بس عشان ما ادكش بالقلم بقى. يا باشا ده انا سويق يا باشا. يا عم انت مالك عريض المنكبين ليه كده؟ يا ريس يا ريس، دي هتروح فين؟ دي مش حرام تسيبوها كده؟ من صاحب المخروبه دي؟ انا عايز اسوق في المفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. المفتاح حبيبي يا فنان، وسع يا ابني عشان ما بشوفش قدامي. لا يا ابني من صاحب المكنه. باسم الشاورمي لحمه، انا من انصار الشاورما الكايزر لحمه، وفي السوري بجيبها كايزر برضه بس فراخ عشان السوري. انتوا بتحبوا ايه شاورما اكتر، لحمه ولا فراخ وكايزر ولا عيش بونا بيتي بعيش سوري؟ طب ده ماشي، احنا عارفين ده ايه. ده انا خايف اسال. ده ماريا ميكس لحمه وفراخ، يبتدي بمين الاول؟ لو انتوا مكاني هتبتدوا بمين؟ اكتبوا لنا في الكومنتات، ولا تنسوا الاشتراك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. انت سوري ولا خليجي؟ ما ادري ما ادري. اللحمه برضو يا جدعان. الفراخ زي الفل، تسلم ايديك والله. لا والله حلو، ولو مش حلو ما اقدرش اتكلم، محتاج احرق دهون. يلا بينا. يا طلع سهل يا عم، دوس على اي حاجة هو يودي معاك. في ايه تاني مركبناهوش؟ الفراخ هاجت. في ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه يا عم المزرعة سابت ولا ايه؟ وبكده يكون الفيديو خلص، فاشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.